love, flip, love, slug. غادي تخلقوا على هاد الفلوق ديال ماما شوكو طالو تويزي كي ما بطل بالي زال زعما هاي لزامي مرحبا بكم معايا فيديو جديد جيسبر تكونوا كلكم بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا لا فيديو ديالي كيف ما شفتوا عاوتاني في العنوان اليوم غادي تدوزوا معايا ماشي اليوم هاد لا فيديو غادي تدوزوا معايا سيمانه تموتوا على الفيديوهات ديال السيمانه انا عارفه هادشي علاش كنت غنبقى نصورهم ليكم باش هكا تبقاو تعيشوا معايا السيمانه ديال كيفاش كيدوزوا كل سيمانه كدوز مختلفه على السيمانه سيمانه كدوز زوينه سيمانه خايبه وانا كنبغيكم تعيشوا معايا كلشي فاش كنكون كنصور لكم كتحمسوا على انني ندير لي زاكتيفيتي وما كنبقاش غير ناعسه وهكا كنبقى نخرج وندور حتى نقول نصور لي زامي انا كيبقى فيه الحماس المهم لي زامي انا مريضه شويه اليوم مات ليا هادي دابا شي 3 ايام وهي نايضه ليا الناس ديال الانستغرام راه يكونوا عارفين راه كانت كبيره عاد بدات كتفش شويه ماشي مجلود مشيت عند الطبيب قال لي بلي شي ميكروب كلي شي حاجه مات لي وحده هنا وحده في رجليا اللي في رجلي مشات تقريبا بقى غير لاطراس ديالها وهذه كضرني نورمالمون ما خاصنيش نخليها هكا عرياني خاصني ندير لها بونسمون دابا سالات لي غادي نمشي نشريها من الفرماسيان باش نضرقها حيت قال لي هكا تجمع لي ميكروب وصافي زعما دابا غادي نمشي عند خوله حيت غادي نمشي ندير انا وياها الكواد وغادي نديكم معايا سلام كديري لاباس عليكم جيسبر تكونوا كلكم مزيان انا يا بنت معسل انا انا مريضه خوتي خارج انا وصحيبتي المهم يوم خارجين انا وسلمى نديرو الكواد اجينا نضربو الشواء الناس اللي كاينين عند سلمى وكيعرفوني توحشتوني متوحشتونيش توحشوك اختي انا مع صحيبتي قالوا لي صوري لي فلوق مع خاوله كيجي ناكلو دابا جينا ناكلو ومن بعد نمشيو نديرو الكواد على زهر يخليكم معايا حيت البلاصه فنة راه زوين تعال تعال واحد داكشي ديال العائلات وها انتم معانا وها انتم معانا دبان هادشي بالبان هادشي باينه فيه كشهي يومي 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 زعما جينا للريزيدونس اللي كنا ساكنين فيها اللي كنا كاريين فيها رجعت تفليا العويميلتي ديالها بنت امي انت عويميلتي عويميلتي ديالها خلاص تكسر بيا رحيم رحيم العام فينايا اجي نجي نخلي وي توحشتهم وتوحشوني جيت نطلع عليهم انا وحيد شويه امشي شويه وتوحشتك وين عمرتي يا رخيم شنو ندير فوطو اجيبو سيدي تهلاو فيا صحتنا راه ما رخيصاش عندنا باش تعرفوا الله يحفظك رخيصه قلناش مهم ماشي نجي ولا قلت مهم مش خاص بلاش مهمتي خرجوا شي فيلم يقولوا لي بلاش مهمتي مش خاص كنجيبوها الله يحفظك ليا العويميله ها هي العويميله ديالي كلشي ديالك خاصك شي حاجه اخرى جيبوها لك والله ما شخاص قولي واضحه اللي خسروا عليك شي هنا قولي هكا هو دري دري شي كلمه بحق الدريه هذه شكون ياك رجوله قول الحقيقة سيدنا في كيديروا الكواد الصراحة كاين جيتسكي خطير بحال ديال جيتسكي واعر غادي نرجع باش نهار نديرو جيتسكي غير بين مبرات خولو انا مشات ليا هاد الحبوب اللي ودابا غادي نديرو الكواد ها هو الكواد هاد الطوموبيله واعره لي زعما كيف كيكريوهاش جيتي زوينه صحيح ودابا هي راه صايقه غير هي ما كتبانش ليكم غاده تفويزه كده
هي شتي المصورة ديالك؟ ناري مغيز دقيقة ما تخايتوش ما تخايتوش ما غادي انا فايقه بكره لي زامي داري هاد الفلوغات كاملين الاخرين كلهم كتشوفوا فيهم عيني منفوخين صافي انا راه ولفتكم وانتم ولفتوني يعني عادي مره تشوفوني زوينه مره تشوفوني خايبه مره تشوفوني مقاده مره تشوفوني مشعكه انا وليت عادي معاكم بحال عايشين معايا في الدار ملي ما غدوز معايا هاد النهار اللي ما فقت بكري حيت غادي ندوز النهار كامل على برا غادي نمشيو نتبحروا وغنديروا بزاف ديال لي زاكتيفيتي ما نحرقش لكم المراحل وراكم الكسيوه اللي لبست شوفوا شحال زوينه ياك تجي طويله بحال هكا من هنايا وصافي لي زامي قلبك نتسنى ريحان صحتي تجي عندي باش نمشيو لي زامي هي ريحان دري هاي لي صافي جينا نفطروا ومن بعد غادي نمشيو للبحر للبحار جينا نفطروا في بورغونيس قالت لي نتغدى وحده جبت طماج قلت لها اختي انا كنبغي نفطر كنبغي نتغدى كنبغي نتعشى بغيت انت تغدى وانا نفطر انا كنبغي ندير كل حاجه بوحدها لازم كنا جايين اولا نديرو الجيت سكي ولكن البحر فيه المواج ما نقدروش نديرو الجيت سكي مع المواج لا قالت لي البحر فيه المواج قالت لي عطيك الدخلي ولكن قالت لي فيه المواج واش الحلاوه ديال انا ما ندخلش مع شي واحد ندخل معايا صاحبتي ولا ندرس الله قلت لكم لازم البحر فيه المواج ما نقدروش نديرو الجيت سكي قالت لي غادي تدي على راسك واختكم ما كتعرفش تعوم اصلا الدخله غتسطح شفتوا على لازم البحر فيه المواج شوفوا والجيت سكي ما كيصلحش مع المواج هما لا جيت سكي كاينين الناس اللي بغاو يديروا الجيت سكي كاين في تماريس تماريس دو تماريس دو كاين جيت سكي في الكواد كيديروا عند هاد الناس ما هادي ما كره بغاسه ما والو غير كنوريكم انا اصلا كنوريكم ديما كلشي صافي لي زامي ما نقدرش نديروا الجيت سكي مره اخرى ان شاء الله ونرجع نديروا كنت انا وبنات خالتي ورايحان وصاحبتي الاخرى هبطوا هما يكوموندو من ماكدو قلت لهم انا سيرو هبطوا انا غنصور فيديو لي زامي صافي لي زامي كي انا رايحه في طوموبيل بغيت نستاسيوني وغادي ندوز معايا هاد السيمانه غادي ندوز واعر قولي لي ما رايحه نقولي لهم دازت واعر وبزاف ديال لي زاكتيفيتي في واعر انا غنمشيو للالعاب غنلعب ندوز معايا انت مع الفلوق ديال السيمانه كيجي خطير هاي شيري هاي ساره هم هادو بنات خالت رايحه نديرو هاي هاي عرفت البنات اللي كيجيو من اوروبا كيموتوا على ماك هادو راه مغربيه ما كاين اوروبا لا والو بصحتكم لازامي كلينا ما نجي دابا جينا الالعاب ديال المول اجي واش كتسناو غنجيو نلعبو فهاد الالعاب اللي كاينين حدا المول عرفتوهم واعرين فنين ريحان وبنات عماشه سبقونا حنا عاد جينا دابا هما كيعمرو بالليل دابا النهار باقي نخاونو لكن معليش مازال نلعبو باش ما يكونوش عامرين واش نتسناو بزاف ما كيعجبنيش نتسنى نوريكم لازامي هاد الالعاب اللي كاينين حدا المول هاد راه مراكم مول كاين في كازا البنات اللي زعما برا كازا كاين في كازا سميتو موروكو مول هادو هما الالعاب اللي زعما نوريكم اكس داي هاي لي زامي سلام سلام على راس الله قولي كنتي قفيطين هاد القفطان ديال جداتي ديال ماما شوفوا الطالون
اليوم كاين الخطوبه ديال ولد خالتي وغنمشيو لبني ملال. دابا 6 وما عرفتش الصراحه علاش غنوصلوا لبني ملال، اول مره غادي نمشي ليها انا. وفي كازا كان الحراره 33، تشوفوا المواصلات راجي عرقان. اليوم عندنا المود ديال الصهد، قلبت في الميتيو لقيت في بني ملال كاينه 46. ري غندوب وغندوب وغندوب انا زاني، ولكن ماشي مشكل، انا متفائله بالخير فرحانه. انا ما كاعياش هذا هو القفيطه اللي غادي نلبسها لزامي، ما غنمشيش لابسه من هنايا حيت سخون، حتى وصلت تما عاد غنلبسه. ما غاديش ندير الماكياج، دايره غير كروس شويه الفراجو صافي. هادشي اللي غندير حيت الصراحه ما فيهش اللي درت شي حاجه في وجهي، اصلا كاينه غير العائله، اصلا انا زوينه بلا ماكياج. قولي كي زني القفيطه ديال امي يعني فين كيحمق. ما هبطت الباليزه على زعما، ما تخافوش هاد الباليزه ماشي ديالي بوحدي، هاد الباليزه فيها حوايجنا كاملين حيتاش غدا غنرجعو. معاه دلت حوايج لبست هاد الكسيوه حيتاش ما كانش نمشي من كازا لبني ملال بقفطان حيتاش غادي نضوب في الطريق. لبست هاد الكسيوه دابا غادي نمشيو لعيال برجع حيتاش غادي نخرجوا الهديه من تما. ايوا لازمي انا باقا دايره هاد البونسمو هنايا، هادي راه باقا مبراتش ليا عرفتو، ولات في واحد الحال راه ما يمكنش ولات واحد الثقه باقي هكا. المهم خدت داك الجبن الراقد، انا دابا كنحاول ننساها واخا كضرني مره مره، ولكن الحمد لله على كل حال. وخليكم معايا ما تزابيوش. قولوا في غادي زعما العازي الخويا الخطبه الحلال، قولي بحلال الحلال الحلال هذه كتقولي الحلال. جينا نهزو الدهاز عاد باش غنشدو طريق لبني ملال اللي غادي تكون بعيده. خليكم معنا لي زامي غتفرجوا هاد الليله، غتفرجوا كلشي، غادي تحماقوا على هاد الفلوغ. لازم احنا عاد وصلنا للمعاش، هذا بقى لاستاسيو الاخير اللي قبل من بني ملال. واحد الحراره كاينه ما يمكنش، انا نعست في الطوموبيل، انا نعست في الطوموبيل اختي، عاد شي تكليب تاع الصقعه عرفتي. انا ما حسيتش بالطريق الصراحه، شحال ساعه شحال ساعه تخيل على 9:30 كنت بحال شي 4 ديال الصباح. يلا نمشي نشد غادي نبدل حوايجنا هنايا قبل حيت خاصنا ندخلوا للدار ديال العروسه لابسين. امين دابا غادي نضرب لكم الحطه وغتفوكس، تمشي معاك الجل باش تلبد داك الشعر ديالك. الله يمشيك كلشي باش تكوي على الخلعه. هاي 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 على الزين، جاتك الكسوه واعره شيرين. شوفوا لازم شيرين فات كسيوه ما علمتيناش تلبسو كساوي. ما عرفتش انا ما بغيتش نلبس قفطان حيت الصحن بزاف، ولكن جيتي بوكوس حراره. ساره كدير مكياج هنايا في التواليت في درت ليه شوفي فيا سنيره ما كملتش، ما كاينش شي زوينه. انا باقا صفر ما درت والو، اصلا انا في درت شي حاجه الصراحه، البسق قفطاني لي كامر هو ولا شي زوين وانا ما درت والو ماشي زوين. هاي 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 على مولاي السلطان، مولاي السلطان حيدي سيرو 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 الدراري سيرو. هاي 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 على منير قولي لي واش فرحان امشي امشي عينيك غتهني منك. واو هادشي زوين لي زعما حنا وصلنا. شوفو صار فرحان الخوت باش كتحسي باش كتحسي غير غنكيرة صافي لي الفيديو ديالك.
تشرب منه شرب كمرتي كمرتي شربتني شربتني عادة لقيت يا كمرتي أرين شو تشربين هاي كمرتي شو ده أنا مرتي هاي كمرتي ما يكشف بلي تكشف انتوا مرة زامي سلمى كنت تحب العافية شوفوا زامي كنت عاد لافور ندمت والله انا ما كنت بوكليها سلمى اللي كنت بوكليها لافور جيدة انا لا ندمت والله كلينيك مش من البارح على زمي من الخطبه البارح اصلا ما كملش لكم التصوير على ودي تعشيت وانا نطيح الكاو صراحه بلي ملي طلعت بعيده بزاف تقريبا كثر من كازا مراكش انا كنحسب لي اقل طلعت بعيده وبعيده بزاف وصلنا حتى 12 الليل وصافي ضربت هذيك الجوج تعشيت وما بقاو انا نعست فيقاتي ماما معسه ديال الصباح قالت لي نوضي غنمشيو صافي زمي ما قدرتش نصور بزاف حتى ما بقيتش قدرت نبقى جالسه معاهم بزاف حتى شي الايام كيجيني واحد النعاس خطير فاش كيجيني نعاس كنحس براسي بحال غنغيب خاصني نعاس ضروري خاصني نعاس ايوا لازم دابا غادي نبارطاجي معكم واحد الحوايجات زوينين كنت شريتهم الصراحه كنت شريتهم شحال هادي وما لبستهمش قلت ضروري نبارطاجيهم معكم قبل ما نلبسهم شوفوا شريت شي حوايجات على ودي غادي نسافر ان شاء الله الصراحه ما عندي ما نلبس هاد الصيف خديت بزاف الكساب وبعد ما عارفه الكساب ما كيتلبسوش ديما فاش كتكوني خارجه وهكا كتبغي تلبسي زعما شي حاجه هكا غادي نوريهم لكم لي زامي قولوا لي واش زوينين ولا ما زوينينش وغادي نبارطاجي معكم ملي خديتهم غنبدل لكم باول حاجه هو هاد لونسومبل شوفوا غادي نقيسهم لكم باش تشوفوهم مزيان اونسومبل لي زامي هو هذا شوفوا كيجي هكا كروب توب وصايا انا غادي نطلع فوق البوفه باش تشوفوه مزيان شوفوا شو صايا راه كتجي طويله لي زامي باش نطلع فوق الناموسيه صايا كتجي طويله وكتجي فيها واحد الفتيحه من هنايا كيجي زوين مع شي صنداله ولا مع سبرديله الا بغيتي تلبسو كلاس شوفوا شعر شنو فيه فما كانت شي غباريات الشعر كيجمعها قلت لكم لازم الا بغيتي تلبسوه مع سبرديله الا بغيتي تلبسوه مع صنداله صراحه كيجيو فني في اللبسه انا عجبوني خديت هذا في الكحل وخديته في لوغونج حيتاش نسيت عندي صراحه بغيت نكذب كنحصل عندي خديت هذا في النوار وخديته في لورونج انا غنوريكم حتى لورونج حتى هو زوين يا زامي ولكن كيبقى الاسود سيد الالوان قولوا لي كي جاكم هذا النوار زوين سامبل الا بغيتو تلبسوا صايا بوحدها تلبسوها بوحدها مع شي كروب توب اخر ولا بغيتو تلبسوا تريكو بوحدها تلبسوه بوحدو يعني هاد اللبس تقدروا تخرجوا منه بزاف د اللبسات انا غادي نقيس لكم لونسومبل ثاني يا زامي هذا هو لونسومبل ثاني يا زامي كان حماق على لورونج في الصيف لورونج في الصيف كيجي واعر بزاف سورتو مع البنات الزرقات بحالي حتى انا ماشي بيضه ماشي سمراء انا زرقاء وانا عارفه هذا الشيء انا نوريكم هذا هو كيجي فن لازم شوفوا بحال الاخر غير هذا في لورونج والاخر في النوار واش هو فيه نفس الفتيحه بحال وبحال وخوف وتا واش تقدر تلبسوا صايا بوحده تقدر تلبسوا باش نوريكم غيجي مع هذا الساب ما جاش معايا انا اصلا ما كيجوش معايا هذا الشابوات باش نشوف انا جا زوين في الصراحة يسمح الاستريلا مارينا ناري بقى يلا فيق عيني من فوق وليش كنغسل وجهو كنحل لكم الكاميرا كي لكم هاد لونسومبل لي زامي تاع كولور حمقاتني الصراحة ما كنزعمش على الالوان بزاف نهار كنزعم على شي الوان اللي اوفر ودابا غادي نوريكم واحد نوريكم خديت هاد فين هو خديت هاد الكروب طب شفتو هذا راه ماشي بحال هذا النوار اللي قيست قبل من هذا هو اللي بحال هذا هذا لا هذا بحال الكورسيت شفتو خديت هذا على قبل واحد لا جوب خديتها من عندهم حتى هي نوريكم هي هادي
هذه صراحة جلس سفر شو بلاصة من غير كازا على ودي كازا مش خدرش تبسي فيها هالشي. أنا غادي نقيسه ونوريهم لكم. زعما نقيس هاد الكروب توب مع هاديك لاجوب اللي وراتكم نوريكم. شوفوا شتو هي كتجي قصيرة الصراحة، كتجي مايقة واحد شوية. أنا ما عرفتش نخرج بها ولا ما نخرجش بها، ولكن باش زوينة كتلبس بحال الشورت، فهمتوا؟ دونك واخا تهز لاجوب كتبقاو من تحت لابسين شورت، فهمتوا؟ يعني كبير والو. وصافي لازم نخدش واحد تريكو آخر اللي هو هذا، غتكونوا ديجا شفتوني لابساه. هذا كنت فيه تلعبت به الكارتينغ، تا هو كيجي زوين صراحة مع الجين، كيجي كيحمق في اللبسة. أنا كنت لبست مع هذاك باراشوت بانتس، تا هو كيجي زوين لازم في اللبسة. وهاد الحوايج اللي وراتكم لازم خديتهم عند دوان، غتكونوا كتعرفوهم، خديتهم عند دوان. انا غنخلي لكم لاباج انستغرام ديالهم هنايا، صراحه عندهم حوايج فنينة لطامي، عندهم حوايجات كيحمقوا، عندهم بزاف 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 ديال الحوايج. وباش عجبوني عندهم لا كاليتي، راه ما يمكنش لا كاليتي اللي عندهم، عندهم لا كاليتي واعره. لازم نشوفوا التوب ديالهم كيداير، ماشي رقيق ولا كبين، بالعكس عندهم لا كاليتي زوينه لطامي. والحوايج ديالهم راه فريمون رخاص، عرفتوا راه فريمون رخاص. واش نقول لكم رخاص؟ راه رخاص على زامي. غادي نخلي لكم لاباج ديالهم هنايا، وماركينين في المعارف. ما كيديروش لي فريزون البياس ولا جوج بياسات على ود، ديجا حوايجهم اصلا مرخصينهم بزاف، دونك ما يقدروش يليفريو لكم شي حوايج اللي ديجا رخاص. الا كومونديتو فوق ثلاثه البياسات كيديروا لي فريزون، ولكن لازم راه حوايجهم زوينين زوينين زوينين. الا عجبتكم شي حاجه كومونديوها وبالصحه والراحه. وعندهم بزاف ديال الكسيوز، عرفتوا عندهم حوايجات فنيه. واخا بقى نشكر لكم حتى بعد غدا، ما نعرفش نوصف لكم داكشي اللي شفت عندهم، حيت فريمون ما كاينش بزاف ديال لي ماغازان. اغلبيه كتلقاي حوايج سواقيين، اما هاد البيسات لي اونيك ما كتلقاوهمش بزاف، كتلقاوهم غير في لي سيت لي انترناسيونال، فهمتوني؟ ايوا صافي لازامي، هنا غادي نسالي لكم الفلوغ ديالي. صراحه كنت بغيت نطول الفلوغ اكثر، ولكن غادي نسافر وغادي ندير لكم فلوغ جديد. وصافي لازامي ما نقول لكم والو، تشوفوا كلشي في الفلوغ الجاي. وباي باي عليكم، تهلاو فراسكم، ما تنساوش ديروا لي لايك، تبارطاجيو الفيديو مع صحابكم، وتخليو لي كومونتير زوين.